Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. السلام عليكم ورحمة الله. آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث التاسع من الأربعين النووية الذي أخذناه المرة الماضية وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعالى. أعطيتكم وظيفة فمن حفظ هذا الحديث؟ من يحفظه؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه واجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. انا مش هعمل حاجه يا جمالي. ها تعال تعال عدل عم في اسم التلفزيون. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله. استغفر الله استغفر الله.